المتدخلين رغبة في القضاء على هذه الظاهرة أصلا، يعني القضاء على الظاهرة راه سهل، يعني نصب يعني كيسمي اللوحات وإشارة المنع من الدخول لجميع المحاور داخل المدار الحضاري، يعني تكون هذه العربات المجرورة بالدواب ممنوع دخل المدار الحضاري، وانتهناو من هذا كيسميتو من هذا الاشكال. اما ان يعني ان يتملص البعض يعني اللي عنده مسؤوليه على هذا الشيء باش يدير هذا كيسميتو هذا الاجراء من مسؤوليته، ونحمل المسؤوليه للامن يعني على هذه الظاهره راه ما يمكنناش، يعني مهما اعتمدت المقاربه الزجريه في هذا الموضوع راه ما نقدوش كيسميتو نقضيو عليها. والأدل على ذلك يعني الحملات اللي كديرها السلطه المحليه بخصوص يعني البائعين المتجولين وكذا، يعني كيضلوا كيسميتو في الحملات وكذا، ولكن هذه ظاهره اجتماعيه لا يمكن يعني القضاء عليها بمقاربه زجريه جناب الوكيل العام. يعني خاص المجلس البلدي ولا البلديه تحدد البلايك في البلايص اللي كامله ديال الدخول للمدينه دير فيها المنع ديال العربات المجروره بالدواب، اذ ذاك يمكن ان يلام الامن في ديك الساعه الى استفحلت الظاهره في وسط المدينه، لان ديك الساعه كيكونوا دوك العربات ممنوعين يدخلوا للمدينه، وهذا الشيء اللي كنقول.